مرحبا. ولسه مستمرين معكم بتغطية فعاليات مهرجان جرش بدورته 34، ونحن متواجدين الآن بالمسرح الشمالي اللي سيقام عليه حفلتين لليوم للشاعرتين جاهدة وماجدة، فخلونا نشوفها سوا. منورة رؤية أول. الله يخليكي رؤية، منورة فيكم بكل العاملين فيها وإدارتها، تحية لكم جميعا. تسلمي. احكي لنا عن مشاركتك بمهرجان جرش لليوم. مشاركتنا اليوم بأمسية وصال أنا والفنانة الكبيرة جاهدة وهبي، أمسية شعرية غنائية موسيقية منقدم فيها توليفة شعر مع موسيقى وغناء، هيدي تقدمت سابقا بلبنان ببعض الدول العربية، واليوم أنا عم نقدمها بجرش. تحية لهالمكان العريق وتاريخه العريق. وضيفي الأمسية معنا رح يكونوا ساري وعياد خليفة، رح يتقدم فيها من جديد الفنانة جاهدة وهبي ومن قديمة من ألحانة، وبعض القصائد لإلي وبعض القصائد لشعراء كبار من لبنان والعالم العربي والعالم. طب احكي لنا شو بيعني لك المشاركة بمهرجان مثل مهرجان جرش؟ شرف كبير حقيقة وفخر كبير. العام الماضي كنت مشاركة بأمسية منفردة، قلت أنا لما وقفت على المسرح قلت أنه أشعر أن هذا المدرج يصعد بي إلى السماء، هذا الشعور اللي بتشعريه لما توقفي على مسرح جرش. نحن كتير متحمسين أنه نسمع وصلة وصال منكم. شكرا كثير، وشكرا لحضوركم ولتغطيتكم الدائمه، ومثل ما بنقول دائما رؤيا نمبر 1. من حنيني اليك الحياه، احكي لنا عن مشاركتك بمهرجان جرش اكثر. والله هلا بس فتت لهون تذكرت انه من كم سنه جيت على المهرجان، وهالمره بس دعيت كنت كثير سعيده انه ارجع اوقف على خشبه هذا المهرجان اللي يبدو لي هذه السنه انه عم بيتمتع بقلق كثير مختلف. واضح يعني من ساعه استقبال اداره المهرجان، فاللي منهنيهم حقيقه على هالدوره المميزه. المشاركه رح تكون من خلال الامسيه اللي رح نقدمها الليله على المسرح الشمالي، رح تسمعوا باقة من أغنياتي الخاصة اللي بيحفظها الجمهور الأردني عن ظهر قلب مثل ما بيقولوا، وأيضا رح يكون في مقتطفات شعرية مموسقة أنا ملحنتها لكبار شعراء العالم والعالم العربي، وللست ماجدة دغري اللي مشاركة معنا بهيدي الأمسية اللي هي باسم وبعنوان وصال. فإن نجوك بحر، جودك بحر أجواء مليانة بالأصالة، الشعر والصوت الراقي من المسرح الشمالي لليوم الثالث من مهرجان جرش بدورته 34.